النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام ازيك؟ مشرف ومنور. انت اللي مشرف. بنستنى دايما اطلالتك معانا الحقيقه كل اسبوع، لانه بنستفيد الحقيقه من وجود حضرتك معانا، لانه كلامك بيكون دائما واضح، يعني دايما المباريات اللي حضرتك بتتكلم عنها كانك شايفها. فشايف مباراه بكره ازاي؟ لانها مباراه صعبه في توقيت صعب. برضو زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انت ما فيش صعب وسهل، لكن في ان انا عارف التيم المنافس انا بلعبه ازاي وبدرسه كويس وبأدي الدور بتاعي. ايوه. فاحنا يمكن حللنا الماتش بتاع سموحه وقلنا ان الاخ طارق العشري عايز يلعب ورا علي معلول، فجايب ولد صغير سريع، الكره بتتلعب له مجرد هو حاطط 10 جوه 18، ومجرد ما بياخد الكره بتتلعب ما بين محمد عبد المنعم وعلي معلول معلول، وبيقطع علشان، ويمكن كان في انفراد وكانت اللعبه دي متكرره يعني. فهم بكره بيقفل مساحات وبيقفل الحته بتاعت المرمى بكثافه عدديه كبيره، وبيعمل كثافه في وسط الملعب علشان ما يبقاش فيه اختراقات. نعم. طبعا كولر طبعا استاذ والجهاز الفني وعلى اعلى مستوى، اعتقد ان هم كان الماتش كان قريب قوي غير السنه اللي فاتت، يعني سموح السنه اللي فاتت مع احمد سامي كان قصه تانية، لعب طريقه لعبه مختلفه خالص، علشان نعم. كده السموحه متاخر جدا في ترتيبه في الجدول وفي الاداء، حتى الاداء ما فيهوش متعه ما فيهوش حلاوه. طارق كل الفرقه اللي بيتولاها بيبقى عامل الجانب الدفاعي وبيلعب على المرتده حقيقي، وبيقدر يحفز لعيبته كويس، يعني بيدي لهم طموحات ويدي لهم حوافز. بس برضو في عيب، ويمكن انت اشرت اليها يا كابتن، انه في الهاني سليمان بيضيع وقت. لا مش هاني بس، الفرقه كلها الماتش اللي فات كلها كانت بتقع، ما فيش لعيب ما وقعش يضيع وقت. كنت بتكلم على 6 ثواني، صح؟ عند حضرتك حق، هم اللعيبه 11 لعيب كلهم الحقيقه كله كان بيقع يا كابتن. والسمانه وتروح تعمل، وبعدين طبعا لما بيكون القاضي او الحكم بيدي فرصه، احنا شفنا مره حكم اظن كان جاي من احد الدول الاوروبيه، وبعدين في جول وقع راح ممشي اللعب، راح قايم بسرعه. صحيح. فاكر انت الماتش ده كان فرجع اداله انذار. ورجع اداله انذار. صح. فهي عايزه كده، لان الراجل اللي بيشتغل في مهنه التحكيم ده عارف انه في ربنا بيراقبه، قبل ما يكون في رئيس لجنه حكام او اتحاد كره بيراقبه، حقيقي في ربنا بيراقبه،